ومصدر مصري رفيع المستوى قال للقاهرة الإخبارية: أبلغنا إسرائيل بخطورة التصعيد ومصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات. العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي. سيادة العميد، يعني شريط فلادلفيا، وكنا نتحدث عنه، محور فلادلفيا كنا نتحدث عنه كثيرا، هل دخول إسرائيل إلى محور فلادلفيا يعد خرقا لاتفاقية السلام مع مصر؟ طيب، يعني حتى يعود إلينا دكتور محمود محيد، العميد محمود محي الدين، مرة أخرى بنعيد أنه مصدر مصري رفيع المستوى قال للقاهرة الإخبارية: أبلغنا إسرائيل بخطورة التصعيد ومصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات. والبنتاغون قال: أنهينا العمل في بناء رصيف بحري ويتبعه نقله من ميناء أشدود إلى موقع قبالة سواحل غزة. الولايات المتحدة تحاول أن تقيم ميناء في غزة لإدخال المساعدات. العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، نسأل، أعيد السؤال: هل دخول الدبابة الإسرائيلية، يعني البعض وصفه بأنه رمز سياسي وليس اجتياحا عسكريا، هل هذا اختراق لاتفاقية السلام مع مصر؟ هذا ليس اختراق لاتفاقية السلام مع مصر حضرتك قولا واحدا، لأن منفذ رفح هو خارج محور فيلادلفيا، المنطقة المنفذ الفلسطيني من منفذ رفح وخارج منطقة محور تماما، وأنه يبعد مسافة كبيرة عن خط الحدود، وأن الدخول تم من خلال فتح سياج السلك الحدودي ما بين غزة وما بين إسرائيل، وتم الدخول من منطقة شرق المنفذ ولم يتم الاقتراب من الحدود المصرية بأي صورة من الصور. يعني وبالتالي انت بتؤكد لي انه ليس خرقا لاتفاقيه السلام، ليس خرقا او معاهده كامب ديفيد، يعني خلونا نعم. الان ما هو الوضع، يعني وضع وجود الدبابات الاسرائيليه عند معبر رفح، ما هي الرساله؟ هل هي رساله عسكريه؟ هل هي رساله سياسيه؟ كيف تقراها؟ هي رساله سياسيه، ان الجانب الاسرائيلي او الجيش الاسرائيلي يحقق واحد من الأهداف الثلاثة للحرب، وهو الضغط على القيادة المركزية لحماس أو قدرة حماس على ممارسة السلطة، وأن آخر مظهر من مظاهر السلطة كان بيد حماس هو فكرة إدارة منفذ رفح البري. بهذا القطع الذي تم من الجيش الإسرائيلي من وجهة النظر الإسرائيلية، لذلك يكون قد حقق الهدف وأبعد حماس تماما عن ممارسة أي سلطة من خلال المنفذ. هل هذا ايضا ضغط على التفاوض الحادث حاليا؟ يعني هو كمان هو كده بيغلق بكل تاكيد يا فندم، هو ضغط على المفاوض الفلسطيني لكي يرضخ للمطالب الاسرائيليه، علما بانه حتى الان ما رشح امريكيا ان موافقه حماس على التعديلات كان تم تحت الاشراف الامريكي وبناء على الاختيار الامريكي للمفاوضات. نعم، يعني لما قرأت الخلافات من وجهة نظر إسرائيل، كيف قرأتها؟ هل هي تباينات كبيرة في بين الورقة، يعني الورقة التي وافقت عليها حماس والورقة التي كانت إسرائيل وافقت عليها؟ يعني بصراحة إسرائيل بتتلكك ولا فعلا في خلافات واختلافات؟ هي ليست اختلافات كبيرة حضرتك، حماس كانت ترغب في أن يكون هناك وقف نهائي لإطلاق النار، ولكن تم استبدالها بكلمة الوصول إلى الهدوء المستدام. النقطة الثانية هي أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في مقابل الأفراد الإسرائيليين، هو كان هناك اختلاف، كان يرغب الجانب الحماسي ب50 والجانب الإسرائيلي يرغب ب20. توقعاتك في الفترة المقبلة، هل توسع إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح؟ لن تستطيع توسيع العملية العسكرية حضرتك، وسترضخ للضغوط المصرية والأمريكية في هذا الشأن على وجه التحديد. وأحب أن أشير أن الجبهة الشمالية مشتعلة في إسرائيل، وهي الجيش الإسرائيلي عينه على الجبهة الشمالية، لأنه أدرك أن الحرب في غزة بدأت، وأن أي دخول إلى منطقة محافظة رفح هو إهدار للمجهود وإضاعة للمقدرات وخسارة في الأرواح والجيش الإسرائيلي. شكرا سيادة العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي.